اجيلك بقى زياد، انت اربعايه وطبعا بتلعب مع حمزه ومروان في نفس المركز، كلمني عن البطوله بشكل عام. هل اتخضيت من مستوى الفرق؟ لا، ولا حسيت ان احنا مستوانا فارق عن الفرق التانية؟ يعني انت برضو لعيب صغير واول مره تشارك في بطوله كبيره، فاول ما بتخش الملعب وتشوف الفرقه بتلعب بيبقى ليك انطباع. كان انطباعك ايه اول ما شفت الفرقه؟ قلت لا ده احنا بعيد ولا البطوله صعبه؟ ايه انطباعك الاول؟ هو احنا قبل ما نروح اصلا ما كناش نعرف الفرق مستواها ايه، طبعا هو طبيعي. فاحنا كنا بنتمرن هنا، كنا بنلعب كابتن احمد كان بيجيب لنا فرق درجه اولى، فرق جامده يعني نلعبها، وكان ده مستوانا. احنا دخلنا البطوله يعني الحمد لله احنا كان مستوانا عالي عن الفرق، فعشان كده برضه وفي نفس الوقت كنا بندخل اي ماتش عاملين له حساب، مهما كان احنا عارفين احنا هنكسب 3-0، بس لازم تعمل لاي فريق، اي فريق تعمل له تدي له حقه، لان انت ما اللعبه مش بالاسماء يعني، اسمك بس هتنزل في الملعب لازم هتقدم تلعب. صح، برافو عليك. والحمد لله يعني كنا بنكسب ماتش، الماتش اللي بعده نقفل الماتش ده نفتح الماتش اللي بعده، كان عندنا يوم واحد فاكر راحه، اول ماتش كان ايه؟ فاكر يا زياد اول يوم ماتش، اول ماتش في البطوله كان لعبته تونس. كان تونس اول ماتش. اول ماتش ده بقى فيه رهبه. اول ماتش طبعا اللي احنا ما جاي من عمرنا ما السفر لعبنا بالظبط بره عمرنا ما مصر لعبنا افريقيا قبل كده، فدخلنا على طول اول ماتش تونس. تونس، يعني ده من الفرق اللي المفروض ليها اسم. كانت تنافس معانا في البطوله، كانت تاني تالت، احنا الحمد لله بعد ما شفنا الفرق احنا اول، بس كنا اول مش بالكلام، كنا لازم ننزل ونلعب، والحمد لله يعني خدنا البطوله في الاخر، وادي الفرق عاجبني يعني. كلامك يا زيد، عارف ليه؟ انت قلت لي لما شفنا الفرق عرفنا ان احنا اول، لان احنا حاسين بامكانياتنا، بس ده مش هيجي بالكلام. لازم عجبتني يعني نلعب. الكلمه حلوه، ان انت فعلا عايز. احنا شفنا، عندي ثقه في نفسي ان انا اول، بعد المنظر اللي شفناه او اللعيبه او المستويات، لا انا حاسس ان انا اول، بس مش بالكلام، ان انا أكيد لازم طبعا. انزل ادي والعب لعبي عشان اقدر اثبت ده بالنتائج. طيب انت لعبت مباراه ايه؟ ما طبعا المنتخب اي حد يلعب زي اللي ما بيلعبش، طالما كنا في منتخب مصر ده شرف كبير، بس انت لعبت ماتشات ايه تفتكر؟ أنا لعبت كله. كل الماتشات. ايه احلى ماتش لعبته؟ النهائي طبعا، نهائي ليبيا اخر ماتش. لعبت النهائي كله، وده كان حاجة حلوة، إن أنت بتلعب مهما كان الجمهور بيتكلم عصبية، ما بالعكس ده هما كانوا كابتن أحمد والجهاز الفني كان كله بيقول اقفل اقفل جامد. ودنك من الجمهور، اعتبر الجمهور بيحمسك أنت، إحنا كده كده مش فاهمين اللغة، فإحنا كان بيتقال لنا كده برضه، مش فاهمين اللغة، بس فإحنا في افريقيا مش هتعرف تعمل كده، لان افريقيا بتبقى معروف ان ده مش ما لهجه خالص، بتلاقي أفريقيا زمامير يعني وطبل وحاجات غريبه. بس هم قفلنا دماغنا، وكنا بنلعب على اساس ان هم بيشجعونا احنا، فقعدنا نلعب بقى، وكان ماتش حماسي، اللي يلعب اللي يجيب بونت حلو الجمهور يسكت، يوم ما يجيبوا بونت الجمهور يشتغل، فاحنا لازم نلعب جامد عشان نوقف الجمهور، كان الجمهور لعبة ساكت طول حماسي، الوقت. لعبة حماسي طب كده. فاكر نتائج الاشواط كانت كام؟ في النهائي، النهائي اول ماتش كسبناه 17، تاني ماتش تقريبا 18، يعني كان كله كان اندر. قريب يعني، بنوصل لغايه الثلث الاخراني ايكوال، بعد كده نفرق. طيب والثالث؟ التالت، لا التالت كنا كسبناه 15، ده 15 او 16 حاجه من كانوا الاثنين. حصل انهيار بقى خلاص، انما الاول والثاني، الشوط الاول والثاني كان الدنيا مقربه جدا. اصلا كان في ليبيا بعد ما صعدت كاس العالم، هو ما كانش في ليبيا، مش اللي هي عايزه تدخل مع منتخب مصر في لعب وكده، بس ده حقها طبعا، لانها بتلعب طبعا على طبعا ملعبها طبعا، ملعبها وعايزه تكسب. وجمهور، ما ممكن لو دخلت معانا في ال20 والحاجات دي ممكن تقوم تطمع عايزه برافو تكسب عليك، وكده. تاخد شوط منك والدنيا ايوه تبوظ. طيب ماتش اللي قبل النهائي ليبيا كان مع تونس تاني صح؟ فاكر خلص كام؟ ده كان كله جيم مقفوله، كان في جيم خلصان 34-32، 3-1 لليبيا كان. كان 3-1 واحد لليبيا، ليبيا بس كانت جيمات مقفوله. جيمات مقفوله، وتونس عملت ماتش حلو برضو، خصوصا الجمهور تبع الجمهور ليبيا حاجه كان يعني. كان خلي بالك، الجمهور او الجماهير الليبيه العاشقه للرياضه متعطشه، لان ايوه ما فيش بطولات كانت بتروح لهم، لان طبعا عارف الاحداث والدنيا، لما النهارده بداوا ينظموا وينظموها في مدينه كانت سخنه طول الوقت، مشرطه يعني، مدينه كان فيها دايما احداث كتيره، فالنهارده بتنظم بطوله، لا الجمهور عطشان ومتحمس انه يحضر مباريات المنتخب الليبي، ده وضع طبيعي جدا. فطيب كاس العالم اللي انتوا طلعتوه، حاسين انت تعملوا حاجه؟ ان شاء الله يعني احنا طموحنا اعلى بكتير، ان شاء الله ممكن ناخد حاجه في كاس العالم او ناخد ميداليه ان شاء الله يعني. نعم، يعني بحكم التاريخ وبحكم اللي احنا شفناه قبل كده، لا انتوا السن ده او الجيل ده هيعمل حاجه كويسه، خاصه ان احنا 19 21 عملوا شغل كويس، فانتوا ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي اتوقع لكم تعملوا شغل كويس.